الأول وأكون الأول في العالم في ترتيب التنس. أنا أكثر من ممتن كما قلت ومحظوظ بالتواجد هنا أمامكم بكل هذه الإنجازات, ولكن هناك أمر مؤكد. أنا أحس بأن كان لدي القوة بأن أصنع مصيري بنفسي. حاولت أن أتخيل كل شيء في حياتي, ليس فقط أن أؤمن به بل أحس به بكل جزء من جسدي, وأريد أن أبعث رسالة لكل شاب. كن في اللحظة التي تعيشها, انسى الماضي, المستقبل كذلك بعيد وسيحصل مهما كان, لكن إذا ما أردت مستقبلا جيد اصنعه أنت. خذ الأمور بزمامها واصنع مستقبلك.